السلام عليكم. واحد السؤال دائما تبادر في ذهني اللي هو على هذه السيارات هذه الرونج ايفوك، هذا هو المحرك تاعها، ولكن شيء غريب في هذا المحرك، ما عندهاش لي بلاستيك كما السيارات الاخرين عندها هذه هنايا ما نعرف لا دوريجين لا موديفيا انترنال. اليوم غادي نسقسيو الشيخ عبد الله على هذه واش هي وش هو الدور تاعها. تفضل الشيخ عبد الله. الله يبارك فيك اسلام. هذا الباسي هذه تجي باسيه كما هذين بالله البلوك يكون دوريجين دوريجين تاع الايفوك، هنا يجي محلول وعنده ثقبه باسكو التيربو يخدم بالماء. في حال ما اذا كي تلقى فيه باسيه كيما هكا واش تعرف؟ تعرف بلي تاع 2008 هذا بيجو. سما الديفيرونس بين البلوك ايفوك دوريجين والبلوك فيهم ديفيرونس بزاف، فيهم ديفيرونس هنا في لي بيستون كاين كاين ديفيرونس. بصح يطلع يخدم وعادي كاع. واش نديرو حنايا؟ نخدمو بموديفيكاسيون، نقلعو لا باسيه كيما هذه كيما هذه تجينا نقلعوها ونخدمو لا بيس هذه عند التور ونبريسيوها هنايا بلاكول باش منا تولي تبرد التيربو ان شاء الله. والموتور